فيها مع المستمعة الوفية جدا عائشة السعيدة ونتعرفوا على أهم الاقتراحات والشهوات اللي غادي توجد لنا اليوم ولكل المستمعات. صباح الخير عائشة. صباح الخير سونا. نتمنى تكوني على خير. الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله وصحكم مبروك. الله يبارك فيك. تحياتنا ليك والعائلة ديالك وعلى رأسهم الحاجة سلمى عليها بزاف. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وتحية للبنة. أيام مستقبل المكالمات. وتحية خالصة للحاجة فاطمة الدولي وبنيتها. والحاجة زهرة والعائلة ديالها وزوجها الشافعي ونصفر قاني وسعاد إتباعها سعاد تيزني الحاجة فاطمة الأسفي نعيمة أم عادير وحسنة زوج دور وصفاء أم أروى وثناء العنباري ولطيفة الطويلة ونجاة هرغورة وشرفة هولندا وجميع المستمعات. ايه تحية لكل المستمعات. فعلا وتحية الحاجة فاطمة الأسفي غبرت علينا أم مجدولين ورمزيك ونجلها تحية كبيرة اليوم وبنا تحتها وبنا تكر المستمعات وفي أنتم أنا مرجع يتواصلوا معنا لأنه تبارك الله عندهم شهوات عندهم يقولوا ايه عندي حبيبة دجاج معمر بالتمر واللوز وكيكات اللوز وكيكة ديال اللوز وكوك وعندي حلوة بالقرقاع والفلان والقشطة ولا شاتلوك ما ذكي كخرى وقلاصي لا شاتلوك. واخا غادي نحاولوا ان شاء الله ناخذوا هذه الاقتراحات لانه مناسبه لهذا الفصل. نبداو قلت لنا دجاج محمر ومعمر باللوز والتمر. ايه عندنا ندير على حسب دجاجه وحده. الو ايه تفضلي. عندي ان شاء الله دجاجه تتوزن من 2 كيلو كيلو ونص حتى 2 كيلو. عندنا جوج بصلات مشلوبين. معلقه ديال الملحه. نص معلقة صغيرة ديال الزعفران ونص معلقة صغيرة ديال سكنجبير جوج ديال الفصوص ديال الثوم واخا إلا سمحتي عائشة إلا سمحتي فكري شوية في الصوت ديالك إلا كان واقع. واخا عندنا إن شاء الله نص كاس ديال إيه دابا واضح أكثر. إيه هو 100 غرام ديال الزبدة وجوج معالق كبار ديال التحميرة. عندنا الحشوة إن شاء الله 250 غرام ديال التمر 100 غرام ديال اللوز معلقة صغيرة ديال القرفة جوج معالق كبار ديال السكر معلقة كبيرة ديال الزبيب. مفهوم تناخذو ديك الدجاجة كالعادة راه كنغسلو داكشي معروفة الطريقة وتنسلقو اللوز ونبقاو يتقشر ويتقلى في الزيت ويبداو يتهرم شوية بالمهراز صافي تنحطو الزنان وتناخذو التمر تنقطعو تاهو شرائح صغيرة وتنخلطوه مع داك اللوز ومعلقة الزبدة المذوبة وديك القرفة وداك السكر اللي عندها صافي تنعمرو بيه داك الجوف ديال الدجاجة وتنخيطوها باش ميخرجش لينا الخليط صافي تنوضعو داك الدجاجة جانبا تندوزو تناخذو ديك البصلة كنشلوها نشلوها تنديرو مع داك التومة مليحة وتنضيفو لها شوية سكنجبير والفلفلة حمراء الحلوة والزبدة والزيت تنديرو في الطنجة صافي تنحطو ديك الدجاجة كطيب كنبقاو نقلبوها حتى تتبدا تطيب وتتقلب تنرويوها ونخليوها تطيب هاد على الجنب نقلبو على الجنب الآخر وكل جنب تنقلبو بشوية صافي ملي كطيب كنهزو الدجاجة بوحدها كنخشيوها في الفران في الفران تحمر وتنحطوها ونخويوها نصبو على داك الخليط. يعني كتجمع ما بين الملوحة والحلاوة كتحمرها. عندي اختي واحد البيتزا طبقات. ايه واخا قلتي كاينه كيكه ديال اللوز الكوك. ايه ناخذوها كيكه عندنا 6 البيضات 6 ديال البيضات كاسونس ديال الزيت كاسونس ديال الزيت كاسونس سنيده كاسونس ديال سنيده كنطربو البيض مزيان غنعطيك المقادير والطريقه في نص ايه كنطربو البيض مع قشره الليمون وعصير ديال ديك الليمونه وتنزيدو على داك الزيت وتطرب ديما البيضات وتنزيدو ديك تنزيدو ديك الزويته وتنزيدو داك السنيده وحنا كنطربو صافي تنديرو واحد نص ربع ديال الزبده فهي مع التطريب ديما التطريب التطريب حتى كتنضربو داكشي مع تنضربو تنديرو نص ياغورت فاني صافي تناخدو نص كيلو ديال الدقيق تناخدو واحد كاس ديال اللوز مهرمش كمهرمش نقي ونفوق مهرمش وكاس ديال الكوك مطحون طحنا زعما طحنا بحال دقيق دقيق بحال دقيق صافي تنخلطو كلشي هادشي وتناخدو لالا واحد جوج خمارات وجوج فاني واحد نص كيلو ديال الدقيق ومحيدين لنا جوج كيسان صافي كنخلطو الخليط كله تندهنو المول ديالنا وتنفرشو فيه البابي سيفريزي وتنخويو داك الخليط ديال الخليط كامل كنخويوه وتندخلوها الفران يعني كدعم اللون ديالها كنخرجوها كنسقيوها بالعسل
الفواكه هي تنحطو فيها الفواكه، هي فاكهه عندنا يا فريز اللي عندنا، ولا ما عندناش هادشي كنديرو فيها غير اللوز ولا اللي عندنا على حسب المتوفر. على حسب المتوفر بالضبط. تبارك الله عليك. الله يبارك. شنو الاقتراح الثالث من عندك؟ عندنا نعطيك الاقتراح الثالث، عندي حلو الفواكه وقرقع. عندنا حليب واحد لتر ديال الحليب. لتر ديال الحليب. وفلون ديال الشكلاط وفلون فاني. و 50 قطعة ديال البسكويت داك البسكويت ديك الدور. إيه. صافي عندنا تفاحة ونقاصة وكيوية وشي 4 دوائر ديال الأناناس. و 10 ديال الحبات ديال الفريز. واحد البنانة. صافي تناخدو نص كاس ديال واحد نص كاس ديال عصير البرتقال و 100 غرام ديال القرقاع وكاس ديالات ديال القشدة الطرية. 200 غرام شوكولات و 50 غرام ديال السكر كلاصي. ايه اذا غنركزوا على المقادير في الطريقه تفضلي. ان شاء الله كنخلطوا سيتر الحليب مع الفلون ديال الفاني. كنحركوا مزيان على نار هادي حتى كيغلى كالعاده صافي كنحطوه يبرد. كنخلط واحد المول ديال الدجاج مربع. الدجاج اللي عندنا. كنخلط ذاك المول حيت هاد المول غنقدموا فيه هاد. يعني ناخذوا شي مول اللي فيه شي شكل باش يدير واحد المول. كنخلط فيه ذاك الفلون ديالنا الاولاني صافي كنخلط الدجاج من شويه كنصفوا فيه 25 قطعه ديال ذاك البسكويت. كنصفوها مزيان. كتكلمي على البسكويت مدور اللي ما فيه لا شوكولات لا والو. لا ما فيه حتى حاجه. صافي كنحطوا ذاك الشيء هكا كناخذوا ذيك التفاحه كنقشروها كنديرها مربعات. نقاس مربعات حتى هويا الكيوي حتى هو بحال هكا دوائر وتنقشوا الموزه دوائر وديك الاناناس حتى هي طريفات صغار تديهم نجيهم شويه في المقله مع ذاك الليمون. صافي كنخلو فوق ذاك فوق ذوك هذوك البسكويات. كنعاودو ثاني ناخذ هذاك السيترون اللي بقى عندنا ديال الحليب نديرو فيه ذاك الفون ديال الشكلاط. صافي غير كي تا هو كنحركو حتى يطلع كالعاده صافي كنخلو فوق من هذا. ايه كيجينا طبقات طبقات بين الفلون والبسكويت والفواكه. ايه كنخلو من الفوق كنديرو ذاك 25 بسكويت اللي بقات عندنا. كنصفوها كلها كنضربو ديك القشطه الطريه. كنضربوها مزيان حتى كتطلع علينا الباطور كلها كنبسطوها فوق ذاك الخليط كامل. صافي ملي كنبسطوها كنخلي ذاك الشكلاط حتى هو كنديرو في حمام مريم صافي كنخليه تيج من شويه كنبدا نحكوه حكوه فوق الماء كله بحال هكا كنكرطوه نديرو فوق شي خامه. مش كتنجم كنكرطوه هكا بحال تيجي بحال جليفات صافي كنحطو كنديرو فوق الماء كله وكنحطو دوك الكريكيعات كلهم هكا كندخلوها على الثلاجة كتبرد كتقطع مرفوع كتجي زوينة. ايه حلوة باردة حلوة باردة والفلون بالكركاع الله يعطيك الصحة. ايه تجي تنبنى بنينة. ايه بنينة وسهلة. ايه حتى فما فيهاش يعني شي طريقة ما فيهاش شي حاجة ما فيها لا متعوبة لا والو زعما. واخا ان شاء الله. وانتي مازال عندك كلاص؟ ايه عندي كلاص. واخا ناخدو الكلاص ناخدو كنديرو نسيطرو الحليب. واحد الباكيه ديال القشره الطريه الغدرة كنطلعوها مزيان مع داك الحليب كنخليو الحليب تيبرد في الثلاجه نهزو كنطربوها مزيان كناخدو واحد الحق ديال الحليب مركز محلى كنديرو في ناخدو كنديرو نسيطرو الحليب واحد الباكيه ديال القشره الطريه الغدرة كنطلعوها مزيان مع داك الحليب كنخليو الحليب تيبرد في الثلاجه نهزو كنطربوها مزيان كناخدو واحد الحق ديال الحليب مركز محلى كنديرو في سميتو في الكوكوط حتى كيولي كرابيج صافي كنجبدو كنبقاو ناخدو واحد جوج معالق من داك الحليب مع من داك القشدة والحليب وكناخدو جوج معالق وكنضربو كناخدو شي يمنا وشي يمنا كنضربو. يعني كناخدو كمية من داك الحليب مع القشدة الطرية وكمية من داك الكراميل كيتجانسو مزيان كنطلعوها كنخليوها حتى تبرد راه بغية تبرد ماشي بزاف كتبرد كنخرجوها كنديروها ديبول في الكيس الكويسات وكنملحو عندنا الشكلاط طريفات اولا العصير اولا هذا الفواكه الجافة اللي كان لوكو ديال الفريز ولا ديال الكراميل ولا اللي كان كيجيو بنينة كنديرو زوينة حتى هذا ساهل 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 كنحكوها بالحكاكة كنديرو في المقلاة تسحر مع شوية ديال الزعترة وشوية ديال عصاب سيدي موسى شوية الملح وشوية البزار وحطري تاع التومة ما بينش كاع صافي كنديوها ونجيبو حتى كتحمر وشوية زيت العود صافي كنحطوها على جنب كناخدو الكفتة مسكين الكفتة ولا ربعة كلها على حسب كنشدو نديرها كويرات
هي كنشحروا في شويه الزبده مع المليحه والبزار وشويه الكمون وداكشي اللي عطا الله صافي كنحطوها صافي كنجيبو دوك الوريقات ديالنا هادشي كله كنصايبو الخليط ديالنا كامل ونجيو شي فلفلات الصفرا والفلفله الحمراء تي كنشحروهم كلهم كندوزو من البزار والملح وشويه الزبده نتشحروا شويه نتشحروا شويه كنحطو الخليط ديالنا كله مجموع كنديرو الورقه الاولى كنطلعو شويه الماطيشه كنديرو فيها كفيته هكايا وكنديرو شويه الفلفله من الفوق كنحطو على شويه ديال الشعريه الصينيه وشويه الفرماج هكا كندوزو من فوق منها كنحطو الورقه الثانيه وكذلك حتى كنكملو الخليط اللي عندنا نقسمو الخليط اللي عندنا على ثلاثه مفهومة الطريقة صافي الورقة الثالثة كنطلوها من فوق وجهها بالماطيشة وكنديرو فيها الكفيتة هكا الكويرات وتنشدو داك الفرماج اللي بقى عندنا كنطربوه مزيان مع واحد ثلاثة ديال الرصاص البيض حتى كنطربوه مزيان كنخرجو من الفوق صافي تندخلوها الطيب ملي كنخرجوها كنقطعوها مرصوص كنقدموها بيتزا طبقات بلا بات فريتي يعطيك الصحة كتجي زوينة تبارك الله عليك اليوم نوعتينا في الشهيوات ويعطيك الصحة شكرا لك بزاف ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله يا ربي امين شكرا لك بزاف سيده عائشه السعيدي على هاد الشيوات اللي قدمتي لنا